السلام عليكم. مريس، الجبهة المهملة التي تقع في قلب البلد الذي أنهكه الانقلاب، مريس بوابة الجنوب من جهة الضالع، وملتقى مقاومة الوسط التي خذلت من قبل الجميع قبل أن تعود للتجمع مجددا في مريس. كالعادة ليست مريس على جدول أعمال الحكومة الشرعية والتحالف العربي، رغم ما تقدمه هذه الجبهة من تضحيات كبيرة تمثل حائط صد لمنع اجتياح الجنوب مرة أخرى. ورغم كل ذلك تعاني هذه الجبهة من إهمال ممنهج دام 3 سنوات، بل ومنذ بدء فعل المقاومة وحتى اليوم لم يزر مسؤول حكومي سياسي أو عسكري هذه الجبهة الاستراتيجية. خذلان أبناء مريس وجبن والعود وما حولها لم يدفعهم للخضوع أمام الميليشيا، بل دفعهم إلى استجماع قواهم للاعتماد على أنفسهم واستمرار دحر الانقلابيين من المناطق المحاذية. على المستوى الإنساني تشكو جبهة مريس من انعدام المستشفيات الميدانية والدعم الحكومي لأبناء المديرية التي تعيش حربا جائرة. أعزائنا المشاهدين، ما هو سر خذلان الحكومة والتحالف العربي لجبهة مريس والضالع؟ هل تدرك الشرعية ما الذي يمكن أن يحدث إذا سقط السور الحامي للجنوب؟ هل يمكن أن تكون الضالع أيضاً نقطة الانطلاق لتقدم الجيش والمقاومة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في حلقتنا لهذا المساء. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نتابع وإياكم هذا التقرير. لذلك نناشد الشرعية بأنها تلفت النظر إلى هذه الجبهة وهي جبهة مريس، وتعرف ما هي التضحيات الذي يعني توليها أو التضحيات التي يقدمها أبناء مريس. مريس عنوان الصمود الأسطوري. منذ 3 سنوات يقاتل أبناء مديرية مريس وما حولها ميليشيا الانقلاب وحيدين دون سند. إبان الانقلاب تكونت مقاومة مريس ودمت وجبن وبعض المناطق التابعة لإب كتعبير عن الرفض الشعبي الواسع للميليشيا في هذه المناطق. وبعد ترتيب المقاومة لصفوفها تمكنت من إسقاط معسكر الصدرين في أغسطس 2015، وانضم العديد من الضباط العسكريين لمشروع مقاومة الحوثيين وصالح. تمكنت المقاومة الفتية من تحرير كامل مديريات قعطبة ودمت وجبن قبل أن تعود الميليشيا مرة أخرى بعد أشهر قليلة لتسيطر على دمت وجبن نتيجة عدم التكافؤ العسكري بين الطرفين وعدم حصول المقاومة على الدعم الكافي من الحكومة والتحالف، وبقيت مريس وحيدة في مواجهة الميليشيا منذ ذلك الوقت. التضحيات الجسيمة لأبناء مريس وما حولها قوبلت بإهمال تاريخي من الجميع، فلا دعم عسكري أو لوجستي من قبل الحكومة ولا حتى إسناد من قبل طائرات التحالف على مواقع الميليشيا هناك. استراتيجيا تعد مريس بوابة الجنوب، فالمقاتلون هناك يحرسون سور الضالع من اجتياح الميليشيا. ومع هذه الأهمية الاستراتيجية يظل الخذلان هو العنوان الأبرز في حكاية مريس. خلال 3 سنوات من الصمود والمقاومة لم يطأ تربة مريس أحد القيادات العسكرية أو السياسية للحكومة، وكأنهم يوصلون رسالة للصامدين بأن هذا الصمود لا يعني شيئا بالنسبة لهم. بين فترة وأخرى تشن ميليشيا الحوثي والمخلوع هجمات على مواقع سيطرة المقاومة مستخدمة أحدث الأسلحة المنهوبة من الدولة، ونرابط في هذه الجبهة من أجل الدفاع عن الشرعية، وبالتالي لا يجب أن تعاقب هذه المنطقة. وأمام ذلك وبعدد عسكري محدود يصد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية هذه الهجمات ويروون هذه التربة بدماء أبنائها الحالمين بالحرية والكرامة. مؤخرا اضطرت المقاومة إلى شراء بعض الآليات العسكرية بدعم ذاتي، فيما لم تقدم الحكومة سوى تغريدة لرئيسها على تويتر تشير إلى أهمية جبهة مريس بالنسبة لجميع المناطق التي تسيطر عليها الشرعية وراء مريس. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ فؤاد مسعد الصحفي والناشط الحقوقي. أهلا بك أستاذ فؤاد. مرحبا، حياكم الله. إذن أستاذ فؤاد، هذا الوضع في مريس عموما في محافظة الضالع أيضا، كيف هو على المستوى الميداني بداية؟ مرحبا بك وبالسادة المتابعين ومشاهدي قناة بلقيس. الوضع حاليا في الجبهتين يعني التي تربطان محافظة الضالع بالهجمات التي يشنها الحوثيون من وقت لآخر، لا يزال يعني هناك استماتة من الميليشيات محاولة
اختراق هذه يعني التحسينات التي اثبتت انها قويه من جانب المقاومه، مقابل يعني ما يبديه المقاومون في الجبهتين من صمود اسطوري وبدعم في الغالب هو دعم يعني امكانات ذاتيه متواضعه، الا انه يعني لا يزال قادر على صد هذه الهجمات، بينما يعني تتوالى محاولات الحوثيين لاختراق الجبهتين او على الاقل احدى هذه الجبهتين لتحقيق تقدم يعني بالوصول الى المركز الاداري لمحافظة الضالع أو على الأقل لإمكانية الوصول إلى المرتفعات التي من خلالها يهددون مدينة الضالع والمجمع الحكومي القريب منها. وبالتالي فإن يعني الجبهتين على قدر كبير من الأهمية، وينبغي على يعني الحكومة أن تعيد النظر في تعاملها مع هذه يعني المقاومة والجيش الوطني في الجبهتين، خصوصا بعدما تشكل في كلا الجبهتين يعني جيش وطني هو عبارة عن يعني الكتائب العسكرية وفيها ذو الخبرة والمقدرة العالية، ويعني عدد من يعني افراد المقاومه الذين كان لهم السبق في التصدي لميليشيات الحوثي سواء في مريس او في دمت وجبن وقعقبه. ويعني بعدما صارت للجبهتين الويه رسميه يعني تعتبر هي نواه للجيش الوطني، المؤمل ان يعني أن يكون هناك اهتمام أكثر، خصوصا أنه يعني في الغالب كما ذكرت لك أن الدعم الذي يحصل عليه الجيش في كلا الجبهتين في الغالب هو يعني دعم ذاتي وبإمكانات ذاتية. المواطنون يعني في هذه المناطق المحيطة لإدراكهم بمخاطر الحوثيين ومخاطر سيطرتهم على هذه المناطق يعملون يعني يدفعون عن انفسهم هذه يعني هذه الاعمال الاجراميه والمحاولات يعني بالتضحيه بالنفس وبالمال، وسقط مئات الشهداء، بالاضافه الى ان هؤلاء المواطنين في هذه المناطق لن يبخلوا يعني لا بالارواح ولا يعني بأبنائهم ولا طيب دعنا نتحدث عن ذلك أكثر. يعني عندما نتحدث عن الوضع الإنساني أستاذ فؤاد، كيف هو بالنسبة للمواطنين في هذه المحافظة؟ كيف يعيشون؟ كيف هو مستوى الخدمات المقدمة لهم؟ يعني عندما نتحدث عن المحافظة نحن الآن نركز أكثر على مناطق مريس وجبن وما جاورها. هذه المناطق يعني تعيش وضع إنساني يعني يصل إلى حد يمكن وصفه بالمأساوي، أولا بسبب الحرب الشاملة التي يعني تحكم الخناق على كثير من المنافذ والمداخل، وثانيا هناك يعني ما يشبه الحصار يعني على المناطق القريبة جدا من المواجهات، حيث تنتشر يعني نقاط كثيرة للميليشيات الحوثي. هذه النقاط كثيرا يعني ما تقوم بالاعتداء على المواطنين، هذه النقاط كثيرا ما تقوم بابتزاز يعني حركة التجارة في هذه المناطق، كثير حتى من يعني التجار ومن كان يفترض أنهم يؤمنون يعني وصول هذه المواد الغذائية إلى المناطق القريبة صاروا ينأون بأنفسهم وبأعمالهم عن الوصول إلى هذه المناطق. أشكر. لأن الميليشيات تبتز التجار، وفي يعني خلال فترة وجيزة ابتزت الميليشيات عشرات التجار سواء في مريس أو في دم، ونهبت منهم يعني الملايين بتهمة أنهم يدعمون المقاومة، وقامت باحتجاز العشرات من هؤلاء والتهديد نقلهم إلى سجن ذمار وخضوعهم للتعذيب
بتهمة دعم المقاومة أو من يطلقون عليهم الدواعش، وهي وسيلة أولا يعني للدفع بهؤلاء ليذهبوا بعيدا ويتركوا هذه المناطق تواجه مصيرها وتهمتها يعني تقف مع الدواعش. أشكرك إذن على تواجدك معنا الأستاذ فؤاد مسعد الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب. بالعودة أو نرحب الآن مشاهدينا الكرام بالأصح بعقيد أحمد الجرادي، وهو الضابط في اللواء 83 مدفعية، وينضم لنا عبر الهاتف من مريس. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالمشاهدين جميعا، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. إذن أستاذ سيادة العقيد، الآن عندما نتحدث عن الجيش الوطني في مريس في جبن وفي المناطق المجاورة، إلى أي مدى يحظى هذا الجيش بدعم من القيادة العسكرية للجيش الوطني بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقولها صراحة أن بداية تكوين المقاومة وبداية بعد تحرير معسكر الصدرين يوم 8/8/2015 وما قبلها، أن الدعم شعبي، الدعم يعني 70-80% دعم شعبي وبأسلحة شخصية من شراء الدعم الشعبي. أما فيما بعد وجدنا دعم من الشرعية في جانب المرتبات وجانب التغذية، لكن الأهم من هذا كله لم نجده، وهي الذخائر والأسلحة النوعية. فلدينا بعض الأسلحة موجودة التي تم تحريزها من قوى الانقلاب في معسكر الصدرين بحاجة إلى ذخائر، مع لدينا قطع مدفعية يعني مكهنة قاعدة بدون عمل، لأنه لا توجد لدينا ذخائر. طيب يعني نعم نعم، الآن عندما تحصل مواجهات على ماذا تعتمدون في مواجهة ميليشيات الحوثي؟ هل تحاولون أنتم التقدم في مناطق أخرى غير التي يعني هي تحت سيطرتكم الآن، أم أنكم تفضلون الاحتفاظ بما لديكم وفقا لي أن ليس لديكم ذخائر كما تقول؟ بالنسبة موضوع التقدم يحتاج إلى إمكانيات عالية من الذخائر، إلى أيضا إلى تدريب عالي للمقاتلين، ونحن نعلم أنه تكون لدينا لواء قتالي في المنطقة اللواء 83، إلى جانب لدينا لواء آخر لواء الاستقبال، لكن الإمكانيات محدودة، فنحاول بالإمكانيات التي لدينا أن نصد أي تقدم أو اختراق من قبل العدو. ولو توفرت لدينا الإمكانيات الكافية والمطلوبة وقد رفعناها ضمن المتطلبات إلى قيادة المنطقة ورئاسة الأركان يعني بخطة مكتملة منذ عام، لكن لم نجد استجابة، فنفضل الدفاع على الهجوم لتقليل خسائرنا يعني للإيقاع بالعدو في كمائن في خسائر كبيرة، وآخرها المعركة التي حدثت قبل أيام، يعني خسائر العدو تجاوزت 25 فرد من مقاتليهم ولدينا شهيد واحد وجريحان والحمد لله. يعني نحن يعني بكل تأكيد تعزينا للشهداء بكل لأهالي الشهداء، لكن عندما نتحدث الآن عن الدعم العسكري، هناك يعني صور انتشرت لمدرعة قيل أن قيادة اللواء اشترتها بأموال الجبهة، هل ذلك صحيح؟ المدرعة لا يعني الترويج الإعلامي لا أعلم عنه شيء كالمدرعة، لدينا بعض المدرعات مكهنة يعني عاطلة خارجة عن الجاهزية، نحاول إعادة تجهيزها لأنه لا نمتلك غير مدرعة واحدة تتحرك في جبهة حماك وتعود جبهة مريس، ونحاول إصلاح ما لدينا حتى أننا استخدمنا يعني إحدى الدبابات يعني سرية دبابات 34 قد خرجت من كل جيوش العالم، ونحن قمنا بإعادة تجهيزها، لكن نفتقر إلى الذخائر للدبابات وللمدفعية وحتى نستطيع أن نحقق شيء. طيب الآن عندما نتحدث على أن الشرعية أوجدت إلى حد ما دعما في
جانب الرواتب، هذا الدعم إلى أي مدى يمكن القول على أنه مستمر في هذا الخصوص؟ للأسف الشديد أنه كل 3 أو 4 أشهر يأتينا راتب، وهذا نحن نعلم أنه أي دولة أو أي نظام قائم يصرف المرتبات شهريا بدون العودة إلى أوامر عليا أو أوامر حكومية، يعني يصرف شهريا هذا راتب ويعمل به، لكن يؤثر على نفسية ومعنوية المقاتل. يا أخي وللمشاهدين الأعزاء، نحن نحاول أن نصمد بما لدينا من إمكانيات مادية ولوجستية وبشرية. عندنا الحمد لله كنا في بداية في 8/8 كنا نحتاج إلى يعني حراسة لقطعة سلاح أو لموقع، الآن الحمد لله لدينا من البشر ما يكفي، لكن هؤلاء بحاجة إلى تغذية، بحاجة إلى مرتبات، بحاجة إلى تسليح جيد، بحاجة إلى تدريب. المعسكر معسكرنا لا يؤهل للتدريب لأنه يتعرض للنيران في كل وقت على أيدي الميليشيات. إلى الآن نحن الآن نتحدث معكم وبعض قرى مريسة الآن تتعرض للقصف. طيب يعني إذا ما نتحدث على خطة أنتم ربما تعدونها لنوع أكبر من المدافع على هذه المحافظة ونوع أكبر من محاولة التقدم إذا ما يعني وجدت هذه الإمكانيات، إلى أي مدى إذا ما تحدثنا على أن الألوية الموجودة في مريس لواء 83 مدفعية وكذلك لواء الاستقبال الذي كما يبدو أنه تابع لمحور إب، يمكنهم أن يعني بوجود الرجال الموجودين يمكنهم أن يشكلوا جيش لانطلاق إلى مناطق أخرى شمال هذه المناطق والتي تقع تحت سيطرة الميليشيا الآن؟ نحمد الله أنه لدينا مقاتلين أشداء وذو عزيمة عالية جدا، ونعلم أيضا أن خصمنا أصبح منهار، لكن للأسف الشديد كما قلت لك أخي العزيز والأخوة المشاهدين أننا بحاجة إلى ذخائر للأسلحة الموجودة لدينا، إلى جانب بحاجة يعني لا نمتلك ناظر ليلي، ناظر ليلي على مستوى نقالة للجرحى أو لمن يتعرض للإصابة في خطوط المواجهة لا يوجد لدينا، لكن لو وجدت لدينا طموحنا أكبر من ذلك، طموحنا أن نتقدم حتى يريم حتى ذمار، طموحنا أكبر ولدينا خطط لهذا، لكن نحتاج إلى الدعم. والحكومة لا أدري ما السبب، وهذه أسئلة عبركم أوجهها لأصحاب الشأن في قيادة الجيش، ما العائق الحقيقي لإمدادنا بالذخائر المطلوبة؟ لا ما نشكيش كتيبة دبابات ولا نريد يعني لواء مدرع، إنما نريد أسلحة نوعية قليلة جدا وذخائر للأسلحة التي لدينا. طيب يعني الآن عندما نتحدث عن أهمية الاستراتيجية للمناطق التي تتواجدون فيها أستاذ سيادة العقيد أحمد الجرادي، إذا ما يعني لا سمح الله إذا استمر هذا الإهمال بالنسبة لجبهة مريس وقام الحوثيون والإنقلابيون عموما بشن يعني مستوى أكبر من الهجوم على هذه المناطق، ما الذي يشكله من مخاطر على بقية المحافظات أيضا باعتبار هذه المناطق هي بوابة لما بعدها؟ أنا أقولها بصراحة، لو قدر الله مثلا والحوثي استخدم التعزيزات حقه والتحشد الذي نرى بوسائل إعلامهم ووجهه مثلا إلى جبهتنا، سنصمد ونقاتل، لكن سيدفع الجميع الثمن سواء في محافظة الضالع والسلطة المحلية في محافظة الضالع أو ما جاورها حتى عدن، فلا نريد أن ندفع الثمن مرتين، يعني بيكون الثمن باهظ، ومع أننا نستطيع توفير بعض الذخائر للأسلحة الثقيلة الموجودة لدينا والتي يعني عجزنا عن توفير الذخائر لها من أجل صد هذا العدوان، وهذا كل 3 أيام كل 4 أيام يعملوا هجوم والرجال المرابطين يصدون ذلك بما توفر لدينا من إمكانيات. أشكرك العقيد أحمد الجرادي الضابط في اللواء 83 مدفعية على تواجدك معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني. إذا مشاهدينا الكرام نرحب الآن بمن ينضم إلينا
الأستاذ محمد الجماعي نائب رئيس المقاومة في مريس. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. إذن أستاذ محمد، هذه الجبهة، جبهة مريس، التي يبدو كما سمعت من الأستاذ فؤاد مسعد الصحفي وكذلك من العقيد، يبدو أنها جبهة منسية، ليست لا تحظى باهتمام كبير من الحكومة الشرعية، لكن هناك كما يبدو أنه دعم وتفعيل لهذه الجبهة على مستوى المقاومة الشعبية. يعني إلى أي مدى هناك إسناد شعبي بالنسبة لهذه الجبهة برأيك؟ الإسناد الشعبي إسناد لا مثيل له، بل الجهود تمثل أكثر من 80% مجهود شعبي. كون الجبهة يعني تمثلها جميع فصائل الأطياف السياسية أو جميع فصائل المقاومة بجميع ألوانها، من يعني من المديريات المجاورة أيضا، لا ننسى دورهم هناك، من مديرية دمت ومن مديرية جبن ومن الرضمة ومن السدة ومن النادرة ومن عمار وأيضا من القفر. فدماء أناب الجبهة مختلط مع كل الأطياف الموجودة في مريس، ولكن الدعم كانت في بداية الجبهة تأتينا دعم عبر الشرعية من مارب، إلا أن هناك كانت في وسائل النقل غير يعني كانت تصاحبها إخطاءات مما تؤدي إلى عرقلة بعض الدعم، بعض مثلا من الذخائر والقذائف حق المدفعية والدبابات، ولكن الفضل يعود لله ثم لأبناء المنطقة والنازحين الذي أبذلوا الغالي والنفيس في سبيل صد الهجمات المتتالية التي أطاحت أو التي سقطوا عدد من الشهداء والجرحى بأرقام لا يعني رقم مرتفع جدا على مستوى الجبهة. يعني إذا ما تحدثنا عن الفترة الأخيرة أو الأونة الأخيرة، ما هي المعارك التي تحدث؟ أين تحدث بالضبط؟ المعركة كانت أشرس المعارك هي الذي حصل، المعركة الأخيرة في 19 يناير، والتي كان شن علينا هجوم من عدة محاور بل من عدة اتجاهات أيضا، وتكبدوا فيها خسائر كبيرة، والحمد لله صدوها البواسل الذي تصدى لها أبطال المقاومة والجيش الوطني، وهلعت جميع من عدة القرى ومن النازحين، وكانت المبادرة الشعبية لدعم وتعزيز الجبهة بحشود لا مثيل له. وهذا الآخر معركة التي سقط بها أحد قيادات الميدانية الشهيد إبراهيم المنصوب، وهم من ذاد عن مع زملائه وأسقطوا عشرات القتلى والجرحى من الميليشيا. طيب يعني عندما نتحدث عن أنه منذ يناير وإلى الآن، هل يعني نحن نتحدث عن معارك عنيفة أم أن هناك نوع من القصف يحدث لهذه المناطق ولكن لا يمكن توصيفه بمستوى معارك؟ أنا قلت لك هذه آخر معركة، أما القصف وتبادل القصف هو مستمر، مش يعني متقطع معظم الأوقات، لكن الهجمات طبعا يعدوا لها عدة، كل هجمة بين هجمة والأخرى تأخذ لها فترة من الترتيب، وكل محاولاتهم سقطت بالفشل، وهذا يعود إلى صمود المقاتلين والذي نستطيع من خلالهم أن نتحدث ونحن رافعين رؤوسنا. وتاريخ مريس تاريخ ليس بمفردها، ولكنها مع كل من هم داخلها من النازحين والأبطال وأبطال القوات المسلحة. طيب أستاذ محمد، الآن على مستوى تنسيقكم أنتم مع الحكومة الشرعية يعني عبر كافة الوسائل، إلى أي مدى يعني يحدث ذلك هذا التنسيق، وإلى أي مدى تجدون تجاوبا أو ردودا من قبل الحكومة الشرعية؟ للآن لم نجد تجاوب ملموس، ولكن في هناك صاحبة من الإخطاءات أيضا من قيادة الجيش والمقاومة،
في تجاوزات مؤسسات الدولة، وهذا يعود سلبا على سير عمل المقاومة. ولكن الحمد لله الآن بدأوا يفهموا جبهة مريز، وبدأ هناك من سمعنا من يؤيد ومن يقول من الشرعية أنه بحاجة إلى إعطاء مريز حقها، ونأمل ذلك أن يكون قريب. أشكرك الأستاذ محمد الجماعي نائب رئيس المقاومة في مريز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وقبل أن نستكمل النقاش في هذه الحلقة مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الضالع دكتور نبيل العفيف، وكيل أول في المحافظة. أهلا بك دكتور. أهلا بكم، حياكم الله. إذن دكتور، أنتم في السلطة المحلية، كيف تتابعون الأوضاع في مريس في مناطق جبن والعود أيضا؟ هذه المناطق هل يصلها دعم السلطة المحلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناة بلقيس إتاحة هذه الفرصة للتحدث عن وضع مريس والمناطق المجاورة لها في دمت وجبن. السلطة المحلية تولي هذه المناطق اهتمام كبير من حيث توفير الدعم الممكن الذي يوفر للسلطة المحلية من خلال توجيه الأخ المحافظة الأستاذ فضل الجعدي، توجيه العديد من المنظمات توفير الدعم الإغاثي للنازحين في هذه المناطق، وكذلك توفير كل سبل تسهيل مهام تقوية هذه الجبهة من خلال تقديم الدعم الممكن الذي يصل إلى المحافظة وإيصاله بالتالي إلى هذه المنطقة المهمة التي تعتبر منطقة مريس، تعتبر الجهة أو المدافع عن باقي مناطق محافظة الضالع باعتبار موقعها في موقع التماس مع الميليشيات الانقلابية. طيب، يعني عندما نتحدث عن الدعم الممكن، ما هو هذا الدعم الممكن بالنسبة لهذه المناطق؟ ما هو الدعم الذي يصل لكم أنتم في السلطة المحلية بشكل عام؟ طبعا الدعم الذي يأتي للمحافظة هو دعم بسيط، خصوصا من خلال المنظمات الداعمة بالجانب الإغاثي لدعم النازحين. وبالتالي غيرة المحافظة توجه الجهزة المعنية بتوفير الإغاثات للنازحين، وكذلك المواد الإيوائية والمواد اللازمة الأخرى. الجانب اللي هو جانب إنساني، وبالتالي السلطة المحلية بالمحافظة هي توجه هذا الدعم الإنساني للتخفيف معاناة المواطنين في جبهات القتال. طيب، هل تمتلك السلطة المحلية موازنة تشغيلية تعمل بها، أم لا يصل هذا الدعم من الحكومة؟ طبعا الجانب الحكومي الموازنة التشغيلية لا تصفر بالنسبة للمحافظة الضالع، وهي مقطعة منذ فترة طويلة. وبالتالي نحن نناشد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هذه والحكومة أن تدعم أو توفر الموازنة التشغيلية من أجل تسهيل مهام السلطة المحلية القيام بواجبها أمام هذه الأمام النازحين، وكذلك أمام المجتمعات المحلية سواء في الضالع أو في مناطق الجبهات التي تنتشر على حدود في مناطق مريس ودمت وجبن. طيب، في سياق المعارك التي تجري في محافظة يعني في أجزاء من محافظة الضالع، في الأجزاء الشمالية مريس و يعني قعطبة وما شابهها، هل تحسون أن هناك نوع من خيبة الأمل لعدم زيارة مسؤول حكومي أو مسؤولين في السلطة الشرعية لتلك المناطق والاستماع لاحتياجات هذه المناطق عن قرب؟ بالتأكيد طبعا أي جبهة قتال يزورها القيادات في الحكومة ويخلق هناك نوع من التذمر أو كذلك الضعف في هذه الجبهات. ولكن إخواننا في جبهة مريس وفي دمت وفي جبن لديهم معنويات كبيرة. قيادة السلطة المحلية غير المحافظة الأستاذ فضل الجعدي دائما ما يتواصل مع غيرة الجبهات هذه، ويحاول أن يواصل مع قيادة الحكومة الشرعية من أجل زيارة هذه المناطق، وبالتالي تحفيز المقاتلين لتقديم الأكثر. رغم أن جبهة مريس قدمت الكثير من الشهداء ومن الجرحى وما زالت تقدم، وهي جبهة متماسكة بفضل جهود أبنائها وأبناء المناطق المجاورة. رغم أنه الدعم الذي يصل لهذه المنطقة الدعم ضعيف جدا
مقارنة بالتحديات التي تواجه هذه الجبهة. طيب يعني بالحديث عن الجرحى بالنسبة لملف الجرحى في مريس في الضلع عموما، هل يعني يحظون بالاهتمام الواجب؟ طبعا كل الجرحى على مستوى في منطقة مريس وفي مناطق أخرى يتم التواصل مع الجهات الرسمية طبعا وترحيلهم إلى 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 عدن، وكذلك إلى المتابعة لهم للعلاج في الخارج من خلال التواصل مع الجهات أو القنوات الشرعية، وكذلك في مع التحالف. برضو نوجه دائما مناشدات للتحالف للمساعدة في معالجة الجرحى سواء في الداخل أو في الدول الشقيقة الأخرى أو التي تساعد في علاج الجرحى. طيب هناك من يتحدث عن بعض الإشكالات التي تواجه من يأتون من مريس، من يأتون من حمك، من يأتون من المناطق التي تشهد مواجهات مع ميليشيات الانقلاب هذه الأيام أو على الأقل تشهد قصفا، أن من يريد منهم الذهاب إلى مناطق أخرى سواء في الضلع أو في إذا إلى العاصمة المؤقتة عدن يواجهون إشكاليات متعلقة ربما بالحزام الأمني، هل إلى أي مدى يحدث ذلك دكتور؟ طبعا بالنسبة لهذه الإشكالات تحدث ما بين حين وآخر، وتحدث في كثير من المناطق في المناطق المحررة وليس في الضالع. نحن طبعا الآن لا يوجد الحزام الأمني في محافظة الضالع إلى حد الآن، ولكن تظهر هذه الإشكاليات في بعض طبعا الأشخاص الذين يعترضون ليس فقط الآتيين من هذه المناطق ولكن على مستوى المناطق المحررة بشكل عام، وبالتالي تحدث هناك إشكالية بسيطة ولكن يتم التدخل وتسهيل مهام مرور أو عبور الجرحى أو غيرهم من المواطنين للتنقل ما بين محافظة الضالع ومحافظة عدن. أشكرك دكتور نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. نرحب الآن مشاهدينا الكرام بالشيخ شايف ناجي سنان قائد المقاومة في المنطقة الوسطى، أهلا بك أستاذ شايف. حياك الله، مساك الله بالخير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. إذن عندما نتحدث عن المناطق المحاذية لمريس، إلى أي مدى أنتم في يعني قيادة المقاومة في المناطق الوسطى قدمتم هذا الدعم لمريس التي تواجه إشكالات وقصف من قبل الإنقلابيين؟ حياك الله، نشكرك أول، نشكر العاملين بقناة بلقيس ومراسليها الذي يهتموا بأكثر القضايا التي غفلت عن ذهن المسؤولين في الشرعية وقنواتها، فشكرا لكم. بالنسبة للمقاومة الشعبية في مديرية قعطبة بذلت جهودا كبيرة حتى حررت المديرية كاملة وفتحت عدة جبهات في المنطقة الوسطى من جهدها الذاتي والوطني، ومن بعد فترة مهمة من أول فتراتها شعرنا بعدم التجاوب وتواصلوا بنا من الشرعية من تحالف من غيرهم وعدونا بدعم، حيث أن التف الرجال كلها معنا من أبناء مريس من أبناء قعطبة العود الأذنوبي العشاء، والمهم ضربوا أروع الأمثلة بالتكاتف والتحرير، والذي انتظرنا طويلا بالدعم الذي سيوصلنا من الشرعية والتحالف ولكن لم يوصل، ولا استطعنا أن نعوض فردا من أفراد المقاومة والمقاتلين بخط ناري، خط ناري واحد ما فينا شيء. فشعرنا بعد شهر أو شهرين بالإقصاء الكامل وعدم وصول الدعم، حتى بعد 3 أشهر إلى 4 أشهر أصدروا قرار العبد الكريم الصيادي قيادة اللواء، وبعد وصل قليل من الدعم لم يوصل إلينا شيئا. تمام، نعم اسمعني. نعم أسمعك شيخ. رجال المقاومة ثابتين في كل مكان، في جبهة حدة، في جبهة الشعر، في جبهة حماس، في جبهة الحشا. الحشا ناوي هذا تحجرها هنا في المقاومة، وجبهات قيادة شهيد الشيخ عاطف الكربي، ومسكوا بلادهم وأمنوا بلادهم ووقفوا بمواقف مشرفة ولم يقدم لهم حتى شمطة ضحية. طيب يعني في قيادة المقاومة والغينا من الدهن، ثم الغينا بعد من الكشوفات حق المرتبات، وأنت توجدها الآن في المنطقة الرابعة وعند رئيس الوزراء لم يلفتوا لها بال. وصلنا عند رئيس الوزراء رفع الرئيس، الرئيس 7 أشهر لم يرد علينا. المقاومة عايشة على
جهدها الذاتي وتدافع عن نفسها في كل الجبهات. مريس نعم قد احنا مع مريس، ولكن قد التفت الى جانبه من ابناء النازلين، من ابناء الجبل، من ابناء الضالع، من ابناء الشعر، من عده محاور، واشرافها الى من ضموا من اللواء 30 الذي كان بقيه الضبعان، وحصلهم على بعض الاسلحه من المعسكر. لكن احنا بقيه المقاومه حصلنا على دبابه عضله ودرع عضله. طيب يعني هذه المقاومة في هذه المناطق إلى أي مدى ترى أنها قادرة إذا ما حصلت على دعم في أنها تستمر في مواجهة هؤلاء يعني الإنقلابيين؟ وكذلك ما هي الرسالة التي توجهها للحكومة الشرعية للرئيس عبد الرب منصور هادي أيضا عبر منبر قناة بلقيس؟ يا عزيزي المقاومة ثابتة بكل مناطقها وبكل جبهتها، ولكن لما وصلها دعم لما وصلنا إلا طعنات خلفية من مسجد الشرعية أنفسهم، كادوا أن يلغون من الوجود. ما كانوا يعملوا مع مريس مع بالأشياء البسيطة، رغم أنهم ضحوا وناضلوا وفعلوا كل شيء، وقفوا وقفة رجال ولا جبهة حماك، لا عند الصيادي يدي من يريد يبطل المريض. أما المقاومة الآن أنا 1500 فرد بدون مرتبات، ما سجلوا الذي يشتوه الباقي على جنب، 1000 نفر بالوحدات الخاصة جزء من المقاومة أصرفوا لهم مرتب شهر، والآن لهم 9 أشهر بدون مرتبات، وكانوا فعلوا معسكر ودربوا أكثر من 3 أشهر. نصيح نبلغ لا حيجاوبنا ولا حيستمع لنا كلام. نعم. يعني عندما الآن المريس والجبهات المقاومة في هذه المناطق تواجه الميليشيات بمفردها بالمجهود الذاتي، ذلك أمر يعني يضرب ربما أمثلة على الإخلاص والشجاعة والقوة، لكن نحن نتحدث الآن عن مشروع لمواجهة الإنقلابيين بشكل عام، وهناك نعم مواجهة وغير مواجهة والدفاع عن أنفسهم بالمقدمة الأولى. ولكن أقول لك إن الشرعية مغفلة انتباهها مع التحالف عن هذه المناطق النهائية، أصبحنا محاصرين بين الشمال والجنوب، لا حيسمعنا ولا القمص الفامع، من وصل الفامع لا يلتفت إلينا أو يهتم حتى بشهدانا وجرحانا، بل بدون نزيد مشاكل داخلية بين المقاومة نفسها وبين المواطنين. والشرعية ما استطاعش توجد لنا مسؤولين وطنيين يحموا البلاد ويحلوا مشاكل الناس ومن المواطنين ويمثلوا دور الشرعية، ولكن الا مسؤولين الله يستر. طيب الحياة يعني كيف تجري الحياة في المناطق التي تتواجد فيها المقاومة؟ هل هناك حياة؟ كل واحد يعتمد على جهده واصحابه مثلا، والامور تمام طيبة. لو سلمت المشاكل الداخلية فتكون أقوى أقوى، وإذا وصلت الدولة للتحالف ودعمت الناس وأعطتهم حقوقهم وأمثلة. المقاومة قد كانت داخل بقيادة عبد الحميد، احتل مدير الشعر ومدير بعدان ووصل إلى تاجر، وهو أغلب المقاومة من الشعر ومن قاطبة من كل مكان، وجلس أكثر من شهر لم يدعمه نهائيا. هذا هو المحاصر الآن مع معسكره وقواته في مدينة المقاومة لأكثر من 9 أشهر بلا مرتبات. الآن عرف ما الأسباب، الأول كيف المقاومة، وهذا هو جزء من المقاومة. المهم الناس يضاربوا كلهم. إذن أشكرك جزيل الشكر قائد المقاومة في المنطقة الوسطى الشيخ شايف ناجي سنان على تواجدك معنا في حلقة اليوم، كنت معنا عبر الهاتف من إب، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لجميع من كانوا معنا مشاهدينا الكرام، العقيد أحمد الجرادي ضابط في اللواء 83 مدفعية، وكذلك نائب رئيس المقاومة الأستاذ محمد الجماعي، والصحفي الأستاذ فؤاد مسعد الصحفي والناشط الحقوقي، وكذلك الشيخ شايف ناجي سنان قائد المقاومة في المنطقة الوسطى. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم، وفي ختامها تقبلوا تحياتي أنا والزملاء في طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.